مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين وين ما كنتوا تتابعونا، حبينا نقدم لكم أجمل تحية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم. مبارك عليكم شهر الصيام والطاعة، والله يعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير وصحة وسلامة. طبعا مشاهدينا، للصيام تأثير مهم وإيجابي على الصحة العامة من حيث علاج الأمراض أو الوقاية منها، وهو ما أثبت علميا من خلال الدراسات والأبحاث الطبية العلمية من كل دول العالم. فعلا دكتور محمد، علشان كذي اليوم احنا خصصنا لكم حلقة عن المشاكل الأكثر شيوعا مع الصيام. اليوم أسرنا نستضيف الدكتورة فاطمة حبيل، استشارية طب العائلة ورئيس قسم البرامج بإدارة تعزيز الصحة. مساك الله بالخير دكتورة. مساء النور، تشرفت بوجودي معاكم اليوم. الله يحفظك دكتورة، شكرا لقبولك الدعوة. دكتورة، لو نبتدي في البداية، كيف يتم الاستعداد صحيا للصيام؟ طبعا الله يعود الجميع ان شاء الله وبلغنا رمضان ان شاء الله. طبعا الاستعداد لرمضان مهم انه يبتدي قبل بداية الشهر. طبعا هاي الكلام ينطبق للناس الاصحاء وللناس اللي ذوي الامراض المزمنة. بشكل عام الواحد لازم يخطط جيدا للوجبات، يخطط انه شلون يخلي رمضان يكون صحي، بالتغذية الصحيحة، بالرياضة الصحيحة، بالممارسات الصحية. مرضى الامراض المزمنة اللي عندهم مشاكل صحية طبعا لهم وضعية خاصة، بعضهم يحتاجون نصائح غير، بعضهم يحتاجون تغذير في أدويتهم، فإحنا دائما ننصحهم أن بوقت كافي قبل رمضان يحتاجون يراجعون أطبائهم. دكتورة، خلينا نتكلم عن صيام الأطفال، هل في نصائح أن قبل ما يبتدي شهر رمضان تقدمينها للأهالي، أو أن يعني نصائح خلال شهر رمضان شلون أن يقدرون يصومون أو بالتدريج؟ شنو تحبين تقدمين؟ طبعا دائما يكون في تدريج بالنسبة للأطفال. اولا طبعا نتكلم عن الاطفال الاصحاء، يعني طبعا اطفال اللي عندهم مثلا سكر نوع الاول هاي ما ينفع لهم يصومون، بس بشكل عام للاطفال يفضل ان يبتدون على عمر العشر سنوات ويكون شيء تدريجي. فمثلا في البدايه نخليهم نعودهم ان يصومون لبضع ساعات وبالتدريج نزيد هذه الساعات. ممكن في البدايه نعودهم ان بس نمنعهم عن السوائل وشوي شوي نمنعهم عن الاكل او العكس. طبعاً الأم وايد مهم أن في رمضان تتابع أكلهم، يعني الأطفال تعرفون يحبون الحلويات، يحبون هاي الأشياء، فهاي الأشياء لازم نقللها قد ما نقدر، لأن فترة الإفطار فترة صغيرة، فما نبي الأطفال يعتمدون في هاي الفترة على الحلويات. نعتمد على الوجبات تكون كاملة، خضروات، فواكه، بروتينات مهمة للأطفال. طبعاً الحليب، منتجات الألبان مهمة، ونعودهم على كثر شرب السوائل. وفي نصيحة جدا مهمة للأمهات، أن لازم يراقبون الأطفال، لو حصلوا في أي أعراض أن الطفل بدأ يتعب، مو بقادر يقاوم، لا تضغط عليه، يعني هو مثل ما قلنا بالتدريج. وشوي شوي إن شاء الله يتعودون. ترى يعني تينا مسألتي هالسؤال أنا تذكرت طفولتي أنا، يعني هو شيء أن الطفل بروحه أصلا يعاند ويبي يكمل الصيام. يعني أنا كانت مثلا الوالدة الله يحفظها تقول لي أن مثلا لسه أربع صوم، أوكي لسه أربع أنت ياهل، أوكي يعني الله يرضى. بس أنا كنت أنا يعني أصر أن أواصل على أساس أن شو اسمه، أو أقول مثلا الماي ما ينحسب، عادي أشرب ماي. وإذا تضغط على طفل ممكن يعاند ومن وراك يحاول. فهو شلون نحبب الطفل وشلون نعوده على العادات الصحية السليمة. نعم، مثل ما تفضلت دكتور، هي عادات ويعني لها دور اجتماعي، دور العائلة، الواحد يحب طبعاً يكون جزء من هذه طبعاً العملية. دكتورة، طبعا أنت بديتي في البداية قلتي أن أصحاب الأمراض المزمنة لهم معاملة خاصة، ولازم هذه يعني يكونوا مستعدين قبل الصيام من يعني خلال الفحوصات الدورية ومراجعة الأطباء. فمتى قبل، طبعا الزيارة الدورية شيء لابد من حق أصحاب الأمراض المزمنة، بس قبل شهر رمضان الحين متى عليهم يتوجب عليهم الذهاب إلى الطبيب؟ يعني في حدود الشهر تقريبا. ليش؟ لأن نبوي لو كان المريض مثلا السكر ماله مو منتظم، الضغط ماله مو منتظم، نحاول يكون عندنا مجال ننظم له السكر والضغط وكل أموره الصحية قبل لا يجي رمضان. خصوصا مرضى السكر مثل ما تعرفون يعني معرضين لارتفاع وهبوط، فيحتاج وقت تعديله. فاحنا ننصحهم دائما ان قبل بفتره كافيه تراجعون الطبيب عشان يسوي لكم الفحوصات اللازمه ويعدل لكم في الادويه. وطبعا نعطيهم تكون فرصه نعطيهم نصائح ان شلون يتجنبون المضاعفات وهالاشياء في فتره الصيام. فعلا.
دكتورة طبعا يعني يمكن من هذا السؤال أو السؤال المراجعة يأتي سؤال تنظيم الأدوية. وإحنا طبعا بناخذ كل الأمراض المزمنة على حدة، بس لو نتكلم عن عملية تنظيم الأدوية يعني فترة الصيام بتمنع المريض من أخذ الأدوية لساعات معينة، وإحنا بعد الحين شهر رمضان المقبل في فصل الصيف يمكن تكون ساعات طويلة في اليوم، فكيف يتم عملية تنظيم الأدوية؟ طبعا اولا كل مرض طريقه اخذ الادويه تختلف. في ادويه لها علاقه بالاكل، في ادويه ما لها علاقه في الاكل، في ادويه لها علاقه بالتوقيت في اليوم، في ادويه ما لها علاقه، فهذه تكون انفراديه على كل مريض هو على حالته الصحيه. على كل الادويه اللي ياخذها احنا نشرح له ان شنو الشيء اللي ممكن ينأخذ مع الفطور، وشنو الشيء اللي ممكن ينأخذ بالليل، وشنو الادويه اللي ممكن تنأخذ في فتره السحور. طبعا مثل ما قلت كل مرض لطريقة أخذ الأدوية تكون مختلفة. دكتورة، مين المرضى اللي يعانون من مشاكل مزمنة أو مشاكل ثانية ما تنصحونهم بالصيام؟ طبعاً الصيام شيء واجب على الكل، بس في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى حللنا في ناس، مجموعة من الناس اللي يكون في ضرر عليهم إنه ما يصومون. مثال على هذين مرضى السكري، طبعاً مو بكل مرضى السكري، أغلب مرضى السكري الحمد لله يقدرون يصومون. بس مرضى السكر اللي ياخذون جرعات عاليه جدا من الانسولين، واللي ياخذون 3 أبر او اكثر من يوم الانسولين، معرضين للهبوط لو بدوا يصومون، فهذين ما يجب لهم الصيام. مرضى السكر اللي عندهم مضاعفات من السكري مثل مضاعفات الشبكيه، مضاعفات الكلى، قصور في الكلى، ما ينصح انهم يصومون. مرضى السكري من النوع الأول بعد، لأنه بسبب أنهم معرضة للإصابة بالهبوط المتكرر أو الهبوط ساعات اللي يعني بدون إحساس يكون. مرضى الجهاز الهضمي اللي عندهم مشاكل في القرحة، بس مو بالحموضة العادية اللي احنا متعودين عليها، لا، مشاكل قرحة مزمنة أو قرحة لحي ما تم علاجها أو نزيف من القرحة، هذه المرضى لا يجب أن يصومون. بالنسبة دكتورة لمرضى السكلار شلون؟ طبعا مرضى السكلار احنا نخاف عليهم من ناحية الجفاف، لأن مرضى السكلار بحاجة إلى تغذية سليمة، بحاجة إلى سوائل بكثرة، فاحنا نحاول ننصحهم انه ما يصومون. لكن لو كان عندي مريض مثلا نوباته جدا قليله، حالته مستقره، السكلر اللي عنده جدا خفيف، ممكن يحاول ويشوف. وطبعا لما نقول يحاول معناها في وقت الفطور لازم يكثر من السوائل يعوض، بحيث انه يوم ثاني ما يصيده جفاف، ما يتعرض للشمس، ما يسوي اجهاد بكثره بحيث انه هو يفقد سوائل، واي علامات يحس انه هو بدات تجي نوبات او علامات جفاف لازم يقطع الصيام. نعم دكتورة، طبعا يعني احنا نبي ناخذ بعد مواضيع اخرى مثل مرضى الكلى ومرضى القلب، بس بنتكلم عن تنظيم الوجبات كنترول. عندنا الاخصائي التغذيه على الخط. اعزائي المشاهدين، طبعا اهميه الموضوع موضوع التغذيه خلال شهر رمضان والصيام، يسرنا استضافه عبر الهاتف خبيره التغذيه جولي ابي لمع. مساك الله بالخير جولي. مرحبا، شلونك؟ الله يخليك ويسلمك. مرحبا، اهلا استاذه. الله يخليك، دائما يعني منورتنا في البرنامج، خاصه في هذه الفتره قبل رمضان. جولي، لو تكلمينا عن طريقه الاستعداد للصيام في شهر رمضان. مثل ما بتعرفوا بشهر رمضان بيحصل تغيير جذري مفاجئ بمواعيد الوجبات وبالساعه البيولوجيه وبالاختيارات الغذائيه وبالنشاط الجسدي، وهذا ممكن يعرض الصائم لاضطرابات هضميه واعياء وصداع وقله بالطاقه، خصوصا باول ايام للصوم. لهالسبب لازم نبلش الاستعداد للصوم قبل شهر رمضان الكريم، وهلا هو الوقت المناسب. يعني فينا نبلش تدريجيا نقلل من نسبه الكافيين كرمال نتحشى الصداع، نقلل الدخان، اكيد لازم نحاول نغير الساعة البيولوجية، يعني نحاول نستيقظ شوي باكرا استعدادا للسحور. وفينا نبلش من هلا نصوم مرة أو مرتين بالأسبوع كرمال نهيئ جسمنا للصوم 30 يوم متتالي. وكمان فينا إذا يلي منه قادر يصوم هلا، فينا نحاول نجرب الحمية السائلة، لأنه أول شيء بتنظف الجسم، وثاني شيء بتساعد على أنه تكون مرحلة انتقالية بين الوجبات الحالية وبين عدم تناول أي وجبة بالنهار. فيها تكون فينا نبلش الحمية السائلة يمكن يومين أو 3 أيام قبل شهر رمضان كرمال نهيئ الجسم. نعم، يمكن جولي يعني احنا في رمضان قد نكون يعني خاصة واحد يكون صايم طول اليوم، في وقت الفطور ممكن انه يعني يفلها مثل ما يقولون ويصاب بالتخمة، فشنو افضل طريقة لانه واحد يعني يكون الوجبات يكون طريقة تقسيمها في فترة الليل او برنامج غذائي ممكن يتبعه؟
أكيد. يعني أول شيء كثير من الناس بتعرف بتصيبها السخمة والتلبك المعوي، لأنه بعد ساعات طويلة خلص بيكون الواحد كثير جوعان وما بيقدر، بياكل كمية كثير كبيرة وبطريقة سريعة، وهذا الشيء غلط لأنه مثل ما قلت رح يسبب تلبك معوي. لازم نهيئ الجهاز الهضمي اللي له أكثر من 12 ساعة ما عم يشتغل كثير. لهالسبب بنبلش بتمرتين لثلاث تمرات يلي بتمدنا بالطاقة وبترفع نسبة السكر يلي بيكون هابط بالدم، وبنقدر ناخذ كمان روب أو شوربة كرمال نهيئ الجهاز الهضمي. بعدين بنصلي، وبعد الصلاة بنرجع بناكل الوجبة الأساسية على مهل، وبنترك وقت بين لقمة ولقمة بناكلها. طبعا بنبلش بسلطة، نرجع ناكل معجنات، يعني كنا ناكل حبة أو حبتين معجنات، وأنا بنصح أكيد أنه تكون المعجنات مشوية. وبعدين بناكل الوجبة الأساسية، ولازم نكتفي بالكمية الموجودة أمامنا، يعني لازم نوقف أكل قبل الشبع لأنه لازم نعطي 20 دقيقة لجسمنا كرمال توصل الرسالة من المعدة للدماغ لحتى تخبر الدماغ أنه نحن شبعنا. وإيه اللي بحب يأكل حلاوة طبعا ما لازم يأكلها مباشرة بعد الإفطار، لازم يحاول يستنى تكون سناك، يعني بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار لازم يأخذ حلاوة صغيرة كثير تكون 20 ل 30 جرام مش أكثر من هيك، وهيك بنكون عم نعطي وقت لجسمنا كرمال يهضم الأكل. أخ جولي، كلمينا عن الأغذية اللي ممكن نستهلكها ومفيدة لنا في شهر رمضان والأغذية اللي لازم نتجنبها. لازم نركز أكثر شيء على النشويات المعمولة من حبة كاملة يلي بتكون بطيئة الهضم، مثلا قمحة كاملة، يعني يكون خبز مثلا قمحة كاملة، مثل الشعير، الفريكة، رز أسمر، شوفان، برغول، كل البقوليات، لأنه هي بطيئة الهضم، يعني بتخلينا شبعانين لثمان ساعات، بينما المأكولات سريعة الهضم يلي لازم نتجنبها جسمنا بيهضمها بعد ثلاثة لأربع ساعات، مثل الرز الأبيض والخبز الأبيض والحلويات والعصائر، لازم نحاول نتحشيها طبعا. ولازم نتحاشى المقالي، هلا بتعرفوا اكيد بيكون دائما موجود يمكن سمبوسه سمبوسك الشمقليه، للي ما بحبها تكون مشويه انا اكيد بنصح بفضل تكون مشويه، يلي واذا واحد ولا بد ياخذ شيء مقلي يكون حبه او حبتين مش اكثر، يعني لازم نحاول قد ما فينا نخفف من كميه المقالي. ولازم نحاول نركز على السمك ونحاول نتجنب اللحوم الحمراء، لانه اللحم الحمراء قد ما تكون لينه رح يبقى فيها نسبه دهون هي اللي هي غير مفيدة للجسم. وطبعا لازم نحاول أنه نقلل الملح لأنه بيسبب عطش وبينشف الجسم، ولازم نحاول نقلل السكر والسكريات لأنه أول شيء لأنه بتعطش، وثاني شيء لأنه بتجوع، لأنه بس ناكل شيء عالي بالسكر جسمنا رح يفرز مادة الأنسولين. بس يفرز مادة الأنسولين وترتفع بالدم شو رح تعمل الأنسولين؟ رح كل السكر يلي موجود بالدم رح تحاول أنه تدخله على الخلايا، بس يصير هذا الشيء شو بيصير؟ رح نرجع نحس بالجوع عن جديد. لهالسبب لازم نحاول نبعد عن السكر والسكريات، ضروري نركز على الخضار ونتأكد على وجودها على كل وجبة، إذا كانت مطبوخة مشوية نية يلي مثل ما نحن منحبها ما في مشكلة، بس لازم تكون موجودة. لازم نحاول أنه نصف طبقنا يكون خضار، ربعه يكون نشويات من حبة كاملة، والربع يكون بروتينات تكون ليلة، يعني سمك مشوي أو صدر دجاج، أو إذا بدنا ناخذ لحمة تكون لحمة أكيد ليلة. ولازم نحاول نتحاشى الشاي والقهوة لأنه بتحتوي على مادة الكافيين يلي هي مادة مضرة للبول مثل ما بتعرفوا، يلي هي بتنشف الجسم من المي وبتخلينا كمان نحن نعطش بوقت سريع. يا طبعا كل هالكلام عن الاكل انا يعني صراحه بس لا انا كمان صراحه بس جوليا، احنا طبعا شهر رمضان قد يكون فرصه ذهبيه للي عندهم يعني اهداف، سواء كان نزول الوزن او في ناس يعني ما دام يعني ما شاء الله المجتمع البحريني جدا واعي بالنسبه للنشاط البدني، ونشوف ناس يدشون بطولات وغيره، فما هي ما هو اهميه النشاط البدني من خلال شهر رمضان، وشلون يتم يعني الموازنه ما بين الوجبات وعدم القدره على الاكل في فترة الصباح أو فترة يعني النهار، و يعني عمل هذه التمارين الرياضية أو الرياضة بشكل عام؟ مثل ما قلت كثير مهم انه الرياضه كثير مهمه، وكثريك البحرينيه انا بنبسط كثير عم شوف قد ايه صار في توعيه بهالموضوع عند البحرينيه، انا كثير فخوره بهذا الموضوع. كثير مهم انه نمارس الرياضه خلال شهر رمضان، لانه الصوم ل 30 يوم من دون رياضه اول شيء رح يؤدي لخساره بالعضلات،
بقلل بمستويات الطاقه واكيد بيقلل من الايض تبع الجسم الميتابوليزم. بس يقلل الميتابوليزم هذا بيسبب لزياده بالوزن. لهالسبب ضروري انه نمارس الرياضه لمده على الاقل 20-30 دقيقه. فينا نعملها دغري قبل الافطار هيك بس نخلص الرياضه نقدر نشرب المي دغري. اذا يمكن كانت تسويت على فتره الظهر تعطش وهذا الشيء ممكن يسبب لجفاف. نحن ما بدنا نسبب مشاكل. لهالسبب انا بنصح انه تكون الرياضه 30 دقيقه او 40 دقيقه قبل الافطار. هذا اول شيء بيساعد على تعديل مستويات الدهون والسكري والضغط بالجسم، كما انه بيساعد على المحافظه على الوزن وعلى اعطاء الطاقه للجسم، لانه مثل ما بتعرفوا الجسم بيفرز هرمون الاندورفين بس نعمل الرياضه، وهذا الهرمون بيعطينا المزاج الحلو والفرح والطاقه كمان. يعني لكل هالاسباب الواحد لازم يحاول وما لازم ينسى اهميه الرياضه خلال شهر رمضان الفضيل. شكرا جزيلا لك جولي. طبعا مشاهدينا كانت معنا خبيرة التغذية جولي أبي لمع، شكرا لها على المعلومات. ونرجع للدكتورة فاطمة ومحور الحديث. دكتورة طبعا دكتورة شريفة كانت آخر سؤالها عن مرض السكلر، بس احنا نبي نتكلم عن الأمراض المزمنة الأخرى، منها طبعا المرض اللي انت طرقتي له مرض الكلى. فأصحاب مرض الكلى شلون يتم التعامل معهم في شهر رمضان، وكيف يتم التعامل مع عملية الصيام لديهم؟ طبعا مرضى الكلى عندنا درجات. مرضى زراعه الكلى ممنوع عليهم الصيام. اوكي. مرضى قصور الكلى الحاد والشديد ايضا ممنوع عليهم الصيام. مرضى ذوي قصور الكلى البسيط طبعا نفس الشيء، يحتاجون يراجعون طبيبهم في البدايه، يتاكد من وظائف الكلى ان امورهم مستقره ما عندهم اي مشاكل ثانيه، يسمح لهم بالصيام. بس بعد احنا طبعا نقول في الصيام نحتاج سوائل، بس مرضى الكلى ما نخاف نعطيهم وايد سوائل، فهذه شوي النقطه اللي نخاف منها مع مرضى الكلى. فهم لازم يصومون يشربون سوائل بس مو بالكميه الكبيره، ودائما ننصحهم ان يبتعدون عن الاكلات اللي فيها ملح وعاليه الصوديوم لانها تجمع السوائل في الجسم. دكتورة، مرضى السكر إذا صاموا شلون يتجنبون هبوط السكر أثناء فترة الصيام؟ طبعا أولا لازم نعرف شنو أسباب هبوط السكر في فترة الصيام. وإذا تكلمنا بعد دكتورة عن الأعراض علشان نوضح للمشاهدين أنه لو حدثت لهم. طبعا أولا خلينا نتكلم عن الأعراض. الأعراض تكون دوخة، تعرق، زغللة في النظر، ممكن لا سمح الله إذا كان الهبوط شديد وحاد ممكن أدي حتى إلى الإغماء والتشنجات. الخوف من الهبوط في مرضى السكر، ممكن بعض المرضى ما يحسون بالأعراض، يدخلون في نوبة هبوط بدون ما تهم أي أعراض، وهذه من الأسباب اللي نمنع مرضى السكر اللي صادهم نوبة هبوط في آخر 3 شهور أنهم يصومون في رمضان. أني إلى أسباب الهبوط. طبعا أسباب الهبوط بتكون يا أن المريض ما أكل زين، فهو قاعد يأخذ الأدوية سواء حبوب أو أبر، لكن ما في وجبات كفاية فبالتالي صار هبوط. أو العكس، أن في جرعة زايدة، يا أن المريض أخذ جرعة بالخطأ زايدة، أو جرعته في أول الأيام ما كانت مناسبة وهذا أدى إلى هبوط، أو المريض أدى إجهاد بدني قوي. يعني أكثر من اللي الجسم يقدر يتحمله، فبالتالي بيؤدي إلى الهبوط. فنصيحتنا لمريض السكري، أولاً الالتزام بالوجبات، يحتاج يأكل 3 وجبات، وجبة فطور، وجبة بالليل، ووجبة سحور. ودائماً نركز على الكربوهيدرات المركبة أو النشويات، يحاول قد ما يقدر يقلل السكريات السريعة الامتصاص لأنها راح ترفع لنا السكر بسرعة وما راح يستفيد منها بعدين. مهم أن تغذيته تكون كاملة، يعني ما يركز لي بس على شيء معين، يأكل لازم خضروات، فواكه، منتجات الألبان، البروتينات. الشيء الثاني الالتزام بالجرعات. طبعا مرضى السكر مع الوقت خصوصا ياخذون ابر، هم صاروا يعرفون ان والله انا كثرت في الاكل برفع شويه الابره، قللت اليوم ما كنت زين بقلل في الاجرة مع الوقت. بس احنا طبعا دائما نفضل بعد يرجعون للطبيب احسن. والمريض طبعا مهم انه يسوي رياضه، لكن مو بمجهود قوي وما يكون في فتره الصيام، لان نخاف عليه انه يصيده هبوط. فبعد ما يتفطر يرتاح لساعتين، بعدين يقدر يسوي مجهود معقول وليس مجهود قوي بالنسبة لمرضى السكري. نعم.
دكتوره بالنسبه حق مرضى القلب وعمليه الصيام، يعني هل في توجيهات معينه لهذه الفئه؟ طبعا بشكل عام مرضى القلب اذا امورهم مستقره ما في مانع ان يصومون، مع الالتزام بالارشادات ان ياكل اكل صحي، ياكل الوجبات متكامله، يقلل الدهون قد ما يقدر، مثل ما نعرف ان ارتفاع الدهون واحده من عوامل الخطر لامراض القلب. المجهود وايد مهم، يعني ما نبغي يبذل مجهود وايد في فترة الصيام، خصوصا تعرفون فترة رمضان، يعني فترة الصلوات والناس تحب تصلي في الليل وخصوصا آخر العشر الأواخر، فاحنا نقول لا ما يمنع، لكن قد ما تقدر قلل هاي الأشياء، يعني حاول ما تبذل وايد مجهود لأن نخاف على أن يكون في ضغط على القلب. دكتورة بالنسبة للحوامل شو النصائح اللي تحبين تقدمينها لهم أثناء فترة الصيام؟ طبعا الحوامل ما في مانع ان يصومون الا اذا كانت الحامل عندها مشاكل صحيه، هنا لازم ترجع لطبيبه النساء والولاده تبعها. في الحمل واحده من مشاكل الحمل بشكل عام هو الارتجاع المريئي والاحماض، فمع رمضان مع فتره الصيام الطويله وبعدين الوجبة عادة وجبات رمضان تكون شوية ثقيلة. بس لذيذة. كل حكي عن أكل عنك. فدائما أنصحهم أن كمية الأكل تكون أقل، يبتعدون عن الأشياء اللي تسبب التخمة مثل الأمثلة اللي قالتهم الأخصائية جولي، الأشياء المقليات، يعني حتى الثريد واللحم حلو بس أنا ما ناكله بكثرة، يعني مو بشكل يومي لأن في النهاية اللحوم شوي ثقيلة على المعدة. كل شيء فيه له حل، يعني حتى المقليات لو خاطرهم، حتى للناس العاديين طبعا هاي حتى اللي يعانون مثلا من دكتورة من مشاكل في الهضم أو ارتجاع في المريء، حتى لو مو الحوامل بس بالضبط، حتى الناس اللي ما عندهم مشاكل، لأن حتى الناس العاديين تزيد مشاكل التخمة والحموضة في رمضان. فهذه هاي النصائح تنطبق على الكل، أن يعني ممكن المقليات يسوونها مثلا بالفرن أو بالإير فراير، يعني في عندنا أوبشنز الحين حاليا الحمد لله، يعني الله يحفظهم الحين صارين يتفننون في هالأشياء، يقولون هذه يعني هذه مقلي وهذه مشوي، انت تختار ما تحب. في أوبشنز يعني فالحمد لله ما دام الأوبشنز متوفرة هاي شيء زين. الحوامل ننصحهم أن يقللون الكميات علشان الارتجاع ما يزيد عليهم، الارتجاع ممكن يؤدي حتى الى ضيق نفس في الحوامل. ننصحهم انه ما ياكلون ويروحون يرقدون على السرير لان هذا بعد بيزيد الارتجاع لهم. وبشكل عام تغذيتهم لازم تكون صحيه، اكلهم يكون فيه عناصر غذائيه مثل الحديد والكالسيوم لان هذا مهم للام وللطفل. دكتوره طبعا يمكن الاخصائيه جولي تطرقت لهذا الموضوع، بس اهميه السوائل وشربها في فتره الفطر، يعني فتره المسائيه، وتجنب الاشياء مثل الكافيين وغيرها اللي تسبب يعني جفاف الجسم، فكلمينا دكتوره عن اهميتها. طبعا رمضان راح يكون في فتره الصيف وساعات الصيام تكون طويله، ففقدان السوائل راح يكون اكثر، فوايد مهم ان الشخص يعوض بشرب السوائل، وما ننصح انه يشرب السوائل في مره واحده، يعني ما اروح قبل اذان الفجر واشرب لي كميه كبيره، لا لازم تكون متوزعه من فتره الفطور لوقت السحور، واقل شيء تكون 8 أكواب في اليوم. طبعا في وايد بيقول لي انا اشرب عصير، اشرب فيمتو، هالاشياء هاي الاشياء كلها فيها سكريات وكلها راح تسبب بالعكس، راح تسبب عطش اكثر، فاحنا نفضل الماي او العصاير الفريش اللي تكون صنع البيت يعني. دكتوره طبعا اهميه النشاط البدني مثل ما تكلمنا انه يعني وايد مهم خلال شهر رمضان، خاصه اللي يبون ينزلون وزن او حتى الاشخاص الاصحاء. في وايد سؤال يتكرر انه اذا كان الشخص ما عنده اي مشاكل صحيه متى يمارس رياضه؟ هل وقت الصيام قبل الفطور بساعتين ولا بعد الفطور؟ متى لازم يمارس الرياضه؟ طبعا فتره رمضان فرصه جدا ذهبيه لفقدان الوزن. الطريقة أن أنا ألتزم بالأكل الصحي، الكميات الصحيحة، ومع ممارسة الرياضة. طبعا ممارسة الرياضة جدا مهمة، بس مثل ما قلتي الوقت وايد مهم. طبعا إحنا نفضل أن يكون بعد الفطور للسحور، يعني وقت الشخص فاطر تفاديا للهبوط، وهذا مهم لمرضى الأمراض المزمنة. الأشخاص الأصحاء اللي ما عندهم أي مشاكل صحية ما في مشكلة لو سووا قبل ساعة أو ساعتين من الفطور، بس ما نفضل أنه يكون مجهود عالي بالضبط، يعني ممكن تمارسون رياضة حتى لو مارسوها العصر ما في مشكلة، بس ما تكون مجهود عالي. المجهود العالي نخلي له بعد الفطور ويكون بس الأشخاص الأصحاء. في يعني طبعا آخر الدراسات مال أخصائيين تربية بدنية
البدنية إنه يفضلون إن تسوون الكارديو، الكارديو إكسرسايز اللي هي ما أعرف شنو في العربي، الكارديو بس المشي وتمارين الأشياء بشكل خفيف يعني مو بمجهود عالي قبل فترة الفطور، على أساس بعدين تتفطر تشرب الماء وغيره، عقب ساعتين تقدر تروح تسوي العمليات رياضات الحديد وغيره مخيط فيها. طبعاً وايد مهم النقطة اللي قلتها إن بعد الفطور مو على طول بعد الفطور، لأن هاي ممكن بعد يسوي تخمة وارتجاع، على الأقل ساعتين بعد الفطور. فدكتور احنا يعني تكلمنا عن الرياضه وتكلمنا عن اهميه تنظيم الوجبات حق اصحاب الامراض المزمنه، ماذا عن تنظيم الوجبات؟ طبعا احنا قلنا عن التخمه، بس تنظيم الوجبات بشكل عام يعني حق الناس الاصحاء. يعني احنا يعني الحمد لله مثل ما تفضلت يعني في رمضان اول ما يصير الفطور واحد يعان، والسفره الحمد لله موجوده، والاكل يعني ما طب ما لذ وطاب زين. شلون يعني تتم العملية؟ شنو هل يعني مثلا في أخصائية جلد تفضلت وقالت إنه مثلا يعني تتاكل شيء بسيط تروح تصلي وترجع، فشو كلمينا عن هذه العملية؟ طبعا مثل ما تفضلت الأخصائية جولي، نفضل إن الشخص يفطر على شيء بسيط، ويفضل إنه يكون سوائل مثل الماء أو اللبن مع بعض قطع من التمر. بعدين ممكن المريض الشخص يتوجه للصلاة. ليش احنا نعطي هذه الفترة؟ نعطي مثل إشارات للمعدة أن ترى في أكل جاي، جهزي نفسك عشان شوي نخفف من التخمة، لأن المعدة مريحة طول اليوم ما فيها ما قاعدة تمارس الهضم، فإذا نجيب كمية كبيرة مرة واحدة راح يصير عسر هضم. بعدين لما يبتدي الشخص بالأكل، الفضل إنه يبتدي بشوربة، يبتدي بسلطة خضروات، يعني سلطة خضراء مكونة من خضروات، وبعدين يتوجه للطبق الرئيسي. طبعا نفضل انه هو لما يوصل للطبق الرئيسي اولا ما ياكل كمية عودة. الشيء الثاني انه يحاول انه يركز على نوع واحد، ما نفضل وايد انواع. بالضبط، مشكلتنا في رمضان كل الناس يعني كل شيء تبين فيها كل شيء، وغير مثلا يعني الحمد لله الجيران والاهل والاطباق، ويعني فتفاديا للتخمة نفضل ان كل شخص يركز على نوع واحد وما تكون كميه كبيره. بعدين ممكن بالليل يعني على 11 او 12 ممكن ياكل سناك خفيف، ممكن يكون فواكه خضره روب، شيء خفيف يكون. وبعدين قبل صلاة الفجر يكون وجبة السحور. طبعا وجبة السحور لازم تكون وجبة متكاملة لكن تكون خفيفة. دائما احنا نربطها بوجبة الريوق في الأيام العادية، يعني نفس الأشياء اللي ممكن تنأكل في الريوق، مثلا روب، كورنفليكس، هالأشياء الخفيفة اللي ممكن سريعة الهضم وما تسوي تخمة، لأن المريض راح يأكل ويرقد، فمهم أنه ما يأكل وجبة ثقيلة. دكتورة كلمينا عن أهمية النوم في شهر رمضان. طبعاً في يعني تعرفين هي المسلسلات والسهر زين الناس للفطور بالضبط، عدد قليل أو مثلاً ساعات كثيرة بس في أوقات غلط، فشن شو تنصحين؟ يعني للأسف هاي اللي يصير، والسنة رمضان راح يكون جزء منه قريب في إجازة الصيف، فأنصح الناس أن يتفادون السهر قد ما يقدرون، لأن مثل ما قلنا رمضان فترة مهمة للحرق عشان أحرق وأخسر وزن. الحرق عادة يصير في النهار، فأنا إذا رحت رقدت في النهار ما راح يصير حرق، فمهم أن أنا أكل وجباتي صح، نومي يكون منظم، لأن حتى لما يتنظم نومي أعراض التخمة وعسر الهضم راح تقل بعد. دكتورة هل في يعني احنا طبعا حلقتنا كلها كانت عن نصائح، بس هل في أشياء يعني نصائح معينة تحبين توجهين حق المشاهدين من هذه المنصة قبل ما نختم؟ طبعا أعيد وأكرر، الأكل الصحي، كمية الأكل وايد مهمة، النشاط البدني المعتدل، وفي يعني نصيحة مهمة خصوصا للأمهات أو أصحاب العوائل اللي يروحون يشترون الأغراض، التسوق وايد مهم، ما أروح أتسوق وأنا يوعان. كل شيء تبي كل شيء، ناس لما تروح مطعم وتيوعان تبي تطلب كل المنيو. فمهم إني أكون مثلا مسوي لي لستة، بحيث إن ألتزم بهاي اللستة اللي باخذها، إن تكون مراجعنا وأحط أشياء صحية، المكونات الصحية، ولما اشتري احاول دائما خيارات صحيه، يعني مثلا لما يكون عندي حليب عادي وحليب قليل الدسم افضل اخذ حليب قليل الدسم، وهكذا بالنسبه لباقي الاشياء. فالتسوق وايد له دور بعد في نوعيه الاكل اللي راح ينطبخ. وانصح الامهات قد ما نقدر نقلل الملح، نقلل الدهون في الطبخ، نقلل المقليات لصحه الجميع ان شاء الله. شكرا دكتوره، عافيه دكتوره، الله يعافيكم، شكرا.
مشاهدينا اليوم تناولنا كثير من المعلومات المهمة، ولأن الحلقة خاصة قبل الشهر الفضيل حرصنا نقدم لكم أكبر كم من هذه المعلومات، وإن شاء الله نكون وفقنا في تقديم كل المواضيع خلال الفترة السابقة في هذا الموسم. نتمنى نكون عطينا جوانب كثيرة أو غطينا جوانب كثيرة من تساؤلاتكم عن الصحة في شهر رمضان. للقاء يجدد معاكم إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.